طيب هل يطالب أو عليه أن يأتي بالراتبة إذا صلى مع الذين يتمون؟ إذا صلى مع المتمين فالأفضل يأتي بالراتبة، لأن صار له حكم المقيمين. نعم. فيصلي الراتبة، وإن ترك فلا بأس، لكن إذا أتم فالأفضل يأتي بالراتبة، وإن قصر فالأفضل ترك الراتبة للظهر والعصر، للظهر والعشاء. أما الفجر فإن سنتها ثابتة في السفر والحضر، وهكذا الوتر، المسافر يوتر ويصلي سنة الفجر. أما سنة المغرب، سنة الظهر، سنة العشاء فأفضل تركها للمسافرين إذا قصروا. نعم نعم.